السلام عليكم. السلام عليكم. مرحبا بك. الله يبارك فيك. توحشناك. الله يبارك فيك. أم غيزة الله يبارك فيك. شكرا. بارك الله فيك. شنو هي الجديدة؟ منكم طاجين الغنمي بالخضرة مخلطة. هي طاجين الغنمي بالخضر مخلطة. مخلطة. بالنسبة للخضرة واحد ما يكثرش، لأنه ملي كتكون كندير تقريبا أنا إلا كانت خيزوية كبيرة كندير خيزوية سباسة، لأنه هاد الشيء كله غي إلا كثرتي غادي الكمية غتكون أكثر من أكثر من الطاجين. صحيح. أما إلا كانت خيزوية صغيرة أوتوماتيك واحد غادي يجي يطلع خيزوية. إيه إيه. المهم انا ما غاديش نقول لك هي، انا غير انا غير انواع الخضر كل واحد يشوف. نعم. انواع الخضر كل واحد على الكميه نتاع الطاجين اللي عنده. وانا غير واحد النصيحه، ما تكثروش، لانه الا كثرتو ما غاديش تقدروا ما غاديش يعمر الطاجين. المهم اللحم الغنمي هذه الخضره مخلطه كتجيب اللحم الغنمي. ما غاديش نقول لك هي، يقدر اللي غيدير الرابعه اللي يدير نص كيلو يدير كيلو، كل واحد كل واحد الامكانيه نتاعو. والبلاصه ماشي مهم حتى هي، لان كل واحد واش كيعجبو ياكل في الغنمي. المهم المقادير هي الحمض الغنمي، واحد خيزويه، واحد بسباسه، شويه نتاع الشلبانه، واحد الريوس تاع المهم كذا الريوس تاع الشيفلور، ثلاثه لفته تكون صغيره شيفلور، لفته صغيره، لفته تكون صغيره، قرعه خضراء صغيره، بطاطا، شويه نتاع الزبيب، زبيب، واحد الفلفله تكون مشويه وتكون على جنب هذيك بوحدها. فلفله خضراء ولا حمراء داكشي، هذيك تكون بوحدها. المهم كنديروا الطاجين تاعنا كنحطوا فيه اللحمه البصله، المهم اي واحد الطريقه نتاعو، كاين اللي كيدير العطريه كدير العطريه، كل واحد يدير لها غير الكمون، الخرقوم، الحميراس، كنجبير، المهم العطريه كلها، كاين اللي كيدير شعره في حالات كاين اللي لا، المهم العطريه اختياريه، الكمون اللي لا ما يدارش. كتشحري ديك كتشحري ديك الحمام نتاعك مع البصله، ملي كتشحر كدير واحد الحبه نتاع مطيشه، كدير شويه ديال المرقه، ما تكثريش ما تكثريش التبليله. كدير خيزو كلبت، كترشي فيه كاع هذوك ديك الخضره. المهم انا كنصبغ خيزو لانه خيزو كيتعطل شويه في الطياب. لفت خيزو كتزوق بديك الريعه الخضراء، كديري البسبس حتى هو كديري شنايه في الطوال حتى هو كتحطيه فوق من الطاجين، المهم كلشي كيتزوق. من بعد عاود بطاطا كتشدي قزبر ومعدنوس، نسيت ما قلتش سمحوا لي، واحد المعلقه كبيره كديريها من الفوق. كتشدي الزبيب كتحطيه فوق من الخضره. الزبيب ديالك كتشدي الطاجين تاعك كتنقصيه وكتخليه يطيبها على خاطر الخضره كتلقى الماء ديالها على المهل. انا كندير غير فوق البوطاط، كنفرش فيه ديك الحديده وكنقصيه على حدو وكتخليه كتنسيه. حتى داك الشيء فور حكا حتى هو كتزوق ليه من الفوق من الخضره كاع اللي ذكرت. يعني كيطيب داك الطاجين تاعك قبل ما تقدمي، كتشدي ديك الفلفله اللي شويتي كديري فيها واحد هي مشويه، كتنقيها كتقطعيها شرايح طوال. كديري سميتو كتحطيها في مقيلة، كديري شويه تاع زيت بلديه، شويه تاع البزار، شويه تاع ملحه، وكتديها وتجيبيها تشحريها. وحتى الفلفله حاره اللي كيبغيها حتى كتجي زوينه كديريها في داك الطاجين. ما كنديرش الحامض ما كنديروش. اللي باغي يدير الحامض يديرو، اختياري انا ما كنديروش، اما هو كاين اللي كيدير فيه الحامض. بغيتي ديري عاوتاني حبه تاع الزيتون ديريهم اختياريين. وين انا هادشي اللي كندير، الزبيب ضروري، ديك الحلاوه مع الملوحه كتجي واحد الكو زوين. صحيح. وكتشدي قبل ما كتحطي كتشدي هذيك الفلفله نتاعك اللي شحرتي، كتشدي كتزوقي بها الطاجين. وديك البنه نتاع الفلفله مشويه حتى هي كنشويها غير فوق البوطه. كتجي واحد الكومبيناسيون مختلفه ما بين الزبيب والخضره والفلفله مشويه، داك السمك كيجي واحد البنه تشكل. كتزوقي بها الطاجين وكتحطيه بالصحه والراحه. شكرا لك أم غيتا، وشكرا لكم، صباحكم مبروك، وشكرا لكل المتصلات اللي تواصلوا معنا.